الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اخذنا ولله الحمد والمنه شيء مما يتعلق بسيره النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصلنا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم التقى نفر في البيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية من الأوس والخزرج وهم الأنصار، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على نصرة إلى هاجر إليه عليه الصلاة والسلام. في تكون كان في النظر من كثير من النظر فمن صلى الله عليه وسلم تفرد التوحشون في الخزرج لأن الأوس والخزرج حسب أن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين كانت انتقال رحلة الإسراء والمعراج، يعني انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماء، وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمسة المفروضة. هذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث سنين. نعم. في الأول هنا رفعنا صوت من هجرة المدينة خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه مهاجرين إلى المدينة. نعم. وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم في الدراسة في بيت علي رضي الله عنه حتى يرجع الأمانات التي كان لديه عليه الصلاة والسلام لكفار مكة، مع كفر هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعناد والاستكبار ما استطاعوا أن يضعوا أموالهم إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يأخذ منها شيء حتى عندما أراد الهجرة. أبقى علي رضي الله عنه في فراشة حتى يرجع لهؤلاء أمواله، وهذا فيه أيضا شجاعة علي رضي الله عنه أنه بقي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لروسي تنجر صلى الله عليه وسلم قد جمع تستم han inte någon annan som kunde lita på för att lämna pengarna hos, utan chaufförer som stred mot profeten sa sedan litade inte på någon annan, så en del av de kända chaufförerna hade pengar hos profeten sa sedan, och profeten bad sina sova på hans profetens bädd för att när, efter att han har emigrerat så skulle Sayyidina Ali leva på de här pengarna till de som hade ägt, alltså, نعم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه إلى المدينة، أول ما بدأ به قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء المسجد. مسجد أول مسجد بني في الإسلام هو مسجد قباء، ولهذا كان له أجر أن من خارج تطهر البيت ثم أتى إلى مسجد قباء وصلى في ركعتين كان له أجر عمرة. نعم. Och som vi sa, det första som när Abubakrina Hammarsasen kom fram var att då byggde den första moskén i islam, och den första moskén i islam ligger i Kuba. Och profeten sa att han ser att den som gör svaret hemma får gå till Kuba moskén och gör svaret fram, räknas det som att han har gjort en omra. Nej, thumma anna nabi sallallahu alaihi wasallam intaqala min Kuba ila makan al-masjid an-nabawi wa bana عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبنى بجوار المسجد حجرة لسودة وحجرة لعائشة رضي الله عنها. نعم.
Och efteråt så gick profetens Medina och där byggdes Medina moskén. Och vid moskén så byggde profetens Hassan två rum. Ett rum till Sauda som är profetens Hassan hustru och ett rum till Aisha. Ja, och här är Al-Ghurfa. قلنا لا تتجاوز مترين في ثلاثة أمتار لم تتغير منذ أن بناها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله بعد أن جاءت الأموال وكانت الفتوحات لم تتغير هذه الغرفة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم زهد في هذه الدنيا وما أراد شيء من هذه الدنيا ولا بد أن يكون هذا حالك بعد النبي صلى الله عليه وسلم من بعده أنه لا بد أن يكون غرض المسلم إرضاء الله سبحانه وتعالى والزهد بما في الدنيا بما في هذه الدنيا والآخرة خير لك منها واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في هذه الدنيا عبد ولم يختار عليه الصلاة والسلام أن يكون في هذه الدنيا ملك من ملوك الدنيا وله الأموال نعم أوكي De här två enkla rummen, 2,3 kvadratmeter var rummen. Och efter att rik var för muslimerna och muslimerna fick pengar och staten blev rik så förändrade inte det här profeten Sasana och han inte gjorde så att rummen skulle bli större eller vilka ytterligare rum. Och detta beror på att profeten Sasana valde själv att leva som en tjänare och inte som en kund. Och profeten Sasana valde att leva det här enkla livet och han var så ödmjuk och så enkel så att han liksom nämnde det under alla livet av ett lyxigt liv. Men när man skattar alaihi salatu wassalam bil Medina, omir alaihi salatu wassalam bil adhan, wal amr bil ma'ruf, wal nahy anil munkar, wal jihad fi sabilillah, wa az-zakah fil asl hiya fardat bi Makka, lakin al maqdar az-zakah wa ghayr hadha kana bil Medina. Na'am. Ja, i världen inte va? Nej. Och efter att riket etablerades så började Allah som hade lärt sig ordet att han sa sällan att göra det där. Det är en tro och när det var dags att han skulle råda på benen plus att det ordet att det blev goda och förbjuder det undan och sen det här med att betala allt och sen alla dessa detaljer kom i Medina. Nurid, han nödkom باختصار غزوات النبي صلى الله عليه وسلم نعم تدير نمنا قرطة دون فيكسون وتقصاص النظامي سكرة التزوى أهم الغزوات على ما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أهم الغزوات بدر نعم لأنهم فرنسة وبيكتك غزوات كريم الآب ابن القيم سيرا بدر وأحد وكذلك الخندق وتسمى الأحزاب والخندق الذي تلست الأحزاب وكذلك لدينا فتح مكة وكذلك لدينا فتح مكة وخيبر وغزوة تبوك وحنين هذه السبع غزوات هذه أهم الغزوات يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. ابن القيم سيرة ابن القيم غزوات كريم من قاتل الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم في بدر وفي الأحزاب التي هي الخندق. نعم. إن أنا سير من النبي صلى الله عليه وسلم بدر كريم وخندق كريم. نعم. نريد أن ننظر في هذه الغزوات وفي غيرها من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم فيها نعم بمنتي تناظر يوفي فوصي تنهار تنين أو كبار بخن صلى الله عليه وسلم وكل سنة يوجد تقدم قليل تنهار نعم كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات والسرايا التي يعني كان يخرج فيها الصحابة رضي الله عنهم ولم يخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الغزوات والسرايا عندما جمع العلماء عدد القتلى من الكافرين وجدوا أن عدد القتلى لا يتجاوز 1000
أو ألف مائتين قتيل فقط في كل من غزوة من الكفار. لو تحسب عدد القتلى من الكافرين في هذه الغزوات كلها، الغزوات الصراحة النبي صلى الله عليه وسلم، تجدها أن ما تتجاوز 1200 قتيل من الكافرين. ولو تنظر اليوم في بعض الحروب التي كانت من الكافرين تجد أن هذا عدد القتلى قد يكون في دقائق. هذا معناه أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن للقتل، كانت هي حتى تكون كلمة الله العليا ولنشر الدين الإسلامي. ونعم قال Och när man tittar på siffror, dödssiffrorna under alla dessa krig och strid mot Islam, så hittar vi att det inte går över 1200 personer under alla år och alla krig. Och i dagens krig så kan detta antal 1200 personer dö genom kanske en enda bombning eller liksom inom några minuter så kan dessa personer dö. Den här siffran är liksom kan man komma upp väldigt enkelt till. Så det innebär att alla dessa år, alla dessa krig som profetstasen har varit med, det har inte syftet, det har inte varit för att döda. Det är inte det som har varit syftet, utan det är för att få Allahs ord helt stort. لو تنظر في كل الغزوات لن تجد أن الصحابة رضي الله عنهم قتلوا مرأة واحد أو طفل واحد أو شيخ أو عابد أو مريض أو مجنون. عند ذلك في بعض الفلسطينيين في الفلسطين جلد تكلمنا إن بان إن إلبن مان en utvecklingsstöd, en person som var i en tempel och dyrkade. وإن وجد شيء من هؤلاء القتلى قد تجد مرأة واحدة قتلت، إما أنها قتلت بالخطأ أو أنها كانت يعني غير مقصودة بالقتل، إن وجد هذا، وإلا فلن تجد شيء. ولو يذكر بعض الناس واحدة قتلت هذا لا يعد شيء بما تراه اليوم من القتل للأولاد والنساء والشيوخ والعباد والمرضى والمساجد. نعم. Även om det skulle förekomma kanske att en stak eller en enda kvinna har dödats under alla dessa krig, så kan det vara antingen inte varit en avsikt eller det har varit helt enkelt fel, där liksom man har inte menat att döda den här kvinnan och hon har död. Men om du skulle hitta, vilket alltså annars blir du hittar inte, men om du skulle hitta, men här dagsläget ser vi liksom många kvinnor och många odödliga folk som dör, som är liksom oskyldiga egentligen, som dödas i onödan. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار بعد أن يمكن الله سبحانه وتعالى منهم، ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ نعم. När kriget var över och profeten sa sig fick seger, vad brukade profeten sa sig att göra med de kuffar? كان يخير الكافر أن يسلم أو يقيم تحت الدولة خلافة الدولة المسلمة ويدفع الجزية. نعم. Folket fick förval, antingen gå in i islam eller stanna kvar i sin religion fast betala jizya. نعم. ثم إنه كان دخول هؤلاء للإسلام كان مما يرى هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. نعم. وفوقت بريد أكثر الإسلام هذا صور. Profeten sa sallam och fällesvagarna hur de behandlade folket i de där städerna och byggarna som öppnade. Thumam radiyallahu anhu قبل الإسلام كان سيد في قومه أنصت الصحابة رضي الله عليهم وأحضروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في شارع من شوارع المسجد. نعم. Thumama till exempel var en ledare för sin klan. Han tillfångatogs och hämtades till Madina och profeten sa sallam inte fast han har vilja kallade i moskén. لماذا حتى ينظر في ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. نعم. Profeten sa sallam ville visa Thumama vad de gör i moskén.
وكان في كل يوم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة يقول ماذا لديك يا ثمامة؟ نعم. قال دو في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنة صار فهادو نعطيه ثمامة. فكان ثمامة يجيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد عليه الصلاة والسلام إن تقتل تقتل دا دم يعني لو تقتلني هناك من يأخذ بدعي ويقاتلوه من أجل قتلي وإن تنعم تنعم على شاكر قال إن تتركني هكذا بالمجان فأنا أشكر لك هذا الصنيع وإن تريد المال فسل منه ما شئت نعم Och då svaret från Samana Ra till profeten Sallam, om du skulle döda så det finns det mycket annat, alltså folk som ska hämnas för min skull. Och om du skulle släppa mig fri så skulle du få, så skulle jag vara tacksam inför detta jättemycket. Och om du skulle vilja ha pengar så får du be om hur mycket pengar du vill ha. För vad är det här? Ta upp en nabi sallallahu alaihi wa sallam. Han frisläpptes. فخرج واغتسل وتنظف ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله نعم هذه الأرض من سين تلتر السيد بيجون لبنى وقف باكا وصار فلسة تروس تشنفسنا حتى كان الواحد من الكفار يرجع ويتمنى أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رقيق أفضل له من الحرية كلها نعم مثل ما حصل مع زيد رضي الله عنه نعم دفاسي الفور صلى الله عليه وسلم ودوهين لفضلي صلى الله عليه وسلم وفضل صلى الله عليه وسلم إلا ربني فريا فرنس لابري صلى سيدنا زيد كيسا هذه هي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم لابد أن نتعلم هذه الغزوات وأن نعرف أن هذا الدين الإسلامي لا يعني يجبر أحد على الدخول فيه لكن لابد من الدعوة إلى الله وتعليم الناس هذا الدين وتعليم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم نعم صدقت رأيتم كلمتهم فرصة صحيحة في الله سكول وخلص في الإسلام سامتين Profeten Sassan har inte tvingat någon att gå in i islam med våld utan alla som har gått in ska ha gått in med egen vilja, med acceptans och övertygelse. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمره فيها عمر. وكل هذه العمر كانت في شهر ذو القعدة. Och de här dessa عمر var i ذو القعدة مرة. وحج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وتسمى هذه الحجة بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها لعلي ألقاكم بعد عامي هذا نعم سنتيست من سيستا الحج من عند حجسهم فضل صلى الله عليه وسلم وفي هدتنا الكرش فاضل حجة وصدى فضل صلى الله عليه وسلم تلك المسلمة في سيستا نعم أيضا ما يكون من أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بتبليغه ولم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم شيء نعم في هذا المرد السلطان يفور من أولئك أقول الأولئك دار أنت كنش كما كفر بطن صلى الله عليه وسلم دار بطن في بيلة فوق رام بودسكوب في مدى الإسلام يسبب هذا السلطان نعم وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجن إلى الإسلام وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى قوم منذرين معلمين وداعين إلى الله سبحانه وتعالى نعم وكي صلى الله عليه وسلم قال لإبن جن وكي استمد الإسلام وكي استمد الإسلام سنوستوب وسن لهم هذا الجن في سيفوت وكي يمكن أكسو لسيدة الإسلام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الدخول في الإسلام. نعم. رفعنا صلاة فيك بدرية في كنا وشيء سنا وكذا صفانس يقول لك نهبر الطفلين وكلا لهم في الإسلام. وحصلت الفتوحات وبخاصة ما كان من فتح مكة ورجوع مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة
فاتحا منتصرا دخل عليه الصلاه والسلام مطبقا راسه متواضعا عليه الصلاه والسلام. وكان عندما صعد على الصفا في الحج عليه الصلاه والسلام كان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك، اي لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، وله الحمد بان مكه عادت الى النبي صلى الله عليه وسلم واصبحت بلد اسلام لن تقوم الساعه. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين. ونصر عبده، يقول هذا عبد النبي صلى الله عليه وسلم، نصره الله سبحانه وتعالى. والنصر من عند الله، تبرأ من حوله من قوة عليه الصلاة والسلام. وهزم الأحزاب وحده في غزوة الخندق عندما تكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. نعم. Och då började islam sprida sig och länderna öppnades och man gjorde färre Macka till exempel och Macka blev muslimsk för gott. Och profeten sa att när han skulle gå till Safa, när han liksom var väldigt ödmjuk och tacksam för Allah subhanahu wa ta'ala och den är nervös och bekräftade det och sa att först och kände sig la ilaha illallah och sen sa att Allah subhanahu wa ta'ala höll i sitt löfte och förverkligade löftet och Allah subhanahu wa ta'ala besegrade de ahzab, de många grupperingarna som kom för att kriga mot profeten. Allah gjorde detta själv och Allah gav seger till sin tjänare, du ser profeten sa sen. Och kadalik arsat Nabi sallallahu alaihi wa sallam man yu'allim al-nas هذا الدين وأرسل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى مثل ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن. نعم. وفي بين ذي أخوك في الإسلام يقولك ذي لا إنسان سيدنا معاذ لا أصلا أخوك الأسليل يمن في الأقصر في الإسلام. فعندما دخل الناس في دين الله أفواجا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الأجل وبقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم حصل. نعم. Då började det som sagt folkmassor komma i islam samtidigt tillsammans. Och då började det profeten sallallahu alaihi wasallam få dem närma sig eftersom då har profeten sallallahu alaihi wasallam fullbordat och gjort färdigt sitt uppdrag. مرض النبي عليه الصلاة والسلام. Profeten blev sjuk sallallahu alaihi wasallam. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتد عليه المرض عليه الصلاة والسلام. نعم. وخذ من الأمير وخذ من الأمير. وكان عليه الصلاة والسلام في حياته وقبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بخمس كان يحذر الناس من الوقوع في الشرك عليه الصلاة والسلام. نعم. Och sen profeten sa han förstod detta att han kommer som sagt gå bort och fem dagar innan började han varna extra mycket för att de skulle hamna i kyrk. Och kan jag alaihi salatu wassalam yani waqt hal waqt al-marad kan jag alaihi salatu wassalam istahdan zawjat alaihi salatu wassalam fi an yabqa fi bayt Aisha radhiyallahu anha. Na'am. Medan profeten sallallahu alaihi wa sallam var sjuk så bad han tillåtelse från de andra fruarna om att profeten sallallahu alaihi wa sallam skulle vistas i Sayyida Aishas hus medan han var sjuk. Och efter att han tog med Nabi sallallahu alaihi wa sallam 63 år och akbar Allah subhanahu wa ta'ala bi hadha ad-din wa adda al-aman nasha al-umma wa ballagha wa jahada fi Allah haqqa jihadi. Na'am. Profeten sallallahu alaihi wa sallam fyllde 63 år och gjorde sitt uppdrag och gjorde det Allah subhanahu wa ta'ala skickat honom för. واختار النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان في جلية وما سبيل الله بيدارة إلا سبيل الله سبحانه الله وكان قال لي أتبوت بواقت الله سبحانه وتعالى. توفي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام بشر يلحق ما يلحق البشر. نعم. Och han är en människa och det är samma regler som gäller för alla.
ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذه الحجرة قطعا كانت خارج المسجد النبوي. نعم. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam avled i det rum som är till Sayyida Aisha, och detta rum är helt säkert att det är, och det var utanför moskén. وصلّى الصحابة رضي الله عليهم على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Och följde slagarna gjorde صلاة الجنازة för Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. ثم أن أبو بكر رضي الله عنه عندما عرف بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم دخل رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وقبل بين عينيه وثم خرج إلى الناس. نعم. سيدنا أبو بكر من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كان يكني رمت وشست فصل فما وسني كان في الفوق وصعد على المنبر لأنه علم أنه لابد في هذا المقام أن يقوم الصديق رضي الله عنه ويتكلم حتى لا يحدث شيء من الفتن أو غيرها. Den här stunden var väldigt viktig att någon skulle tala och lugna ner muslimerna. Och då var det Abu Bakr radi Allahu anhu som skulle göra det här uppdraget. Han gick på munnar och började tilltala folket. وما كان يعبد الله ان الله حي لا يموت. وقال قول الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. نعم. Och سيدنا ابو بكر دوم صم ذكر محمد صم محمد دور بور دوم صم ذكر الله سبحانه وتعالى سوى الله ليه وان دور انت دير. Och سيدنا ابو بكر رضي الله عنه قال رسول كذا دنا فاشا دار الله سبحانه وتعالى بيرتر att profeten Fasam eller tjänare, om han skulle dö eller dödas, skulle muslimerna liksom lämna islam för det. Och istamma till umma ala mubaya'at Abu Bakr radiyallahu anhu till khilafa ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimerna var eniga om att ge trogs er till Sayyidina Abu Bakr efter profeten sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'da hala kanat al-bay'a li Umar ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم اجمعين. نعم. وكيف تذكر سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي. نعم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنه العدل. واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما تحب ويرضى ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه ويجعلنا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وعلا يسقنا من حوضه من حوض نبيه عليه الصلاه والسلام ومن يديه. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.